اغتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك الشاهد المبشر النذير، داعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا أيها الأفاضل في هذه الأوقات المباركات صاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد العربي الشيشي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا محمد، مرحبا بك. أهلا أستاذ أحمد، الله يبارك فيك. صح على بس فيك، الله يفتح عليكم. الحمد لله بخير ما شاء الله. الله يبارك فيك، الله يحفظكم إن شاء الله. شنع القرآن الكريم بفعل الغيبة والنميمة، وصورنا الله عز وجل في القرآن الكريم بهذا السؤال قبح وشناعة هذا الفعل بقوله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، صدق الله العظيم. غير أن دائرة الغفلة تدفع بنا جميعا لممارسة مع الأسف هذا الاسم أو هذا الفعل بمسميات مختلفة، أحيانا لأننا نقصر بين قوسين، أو لأننا نتحدث عن الواقع، أو لتسمية أخرى. لكن الغيبة والنميمة ستبقى وصمة في أفعالنا، وسنسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الغيبة والنميمة، ولا يغتب بعضكم بعضا. شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير ليوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وقرة عيننا محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الله عز وجل في القرآن قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية جاءت في سورة الحجرات، وسورة الحجرات يسميها العلماء سورة الأخلاق، سورة الأخلاق، لأنها اشتملت على ذكر الأخلاق الحسنة، فبينت الأخلاق الفرد المسلم، الخلق الحسن الذي ينبغي أن يتميز به الفرد المسلم، وبينت كذلك الأخلاق التي ينبغي أن تكون في المجتمع المسلم. كل هذا لكي يكون المجتمع مجتمع فاضل، مجتمع حضارة، مجتمع بناء، يعني يستطيع هذا المجتمع أنه يؤدي مهمة المهمة التي خلق من أجلها، عبودية الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، من جهة، ومن جهة أخرى الاستخلاف والعمران في هذه الأرض، وهذه من المهمات التي خلق الإنسان من أجلها. فالله عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة من كبائر الذنوب كما يقول العلماء، وهنا في الآية جاء النهي عنها بلا الناهية: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولهذا حرمت الغيبة وعدت من كبائر الذنوب، وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحذر من الغيبة. فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أعوذ بالله. إذن هناك الغيبة وهناك البهتان. أعوذ بالله. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني أنت تتكلم عنه بأشياء هو يكره أن تذكر عنه، لا يحب أن تذكر عنه. لو كانت أمور حسنة لقبل الإنسان أن تذكر عنه في مجالس أخرى، هذه الأمور الحسنة، ولكن الأمور السيئة، الأمور السلبية،
أخطاؤه نقائصه سلبياته لا يحب أن تذكر عنه في مجالس أخرى. إذن وبالتالي إذا ذكرت عنه في مجالس أخرى فهذه غيبة. هذا إذا كانت معلومات حقيقية، فإن كانت معلومات كاذبة نسبت إليه وهو بريء منها، أو سلبيات نسبت إليه أو صفات سلبية نسبت إليه وهو بريء منها، فهذا يسمى بهتان. والبهتان أخطر وأعظم إثما عند الله عز وجل من الغيبة، لأن البهتان معه الكذب. الغيبة هي غيبة، ولكن البهتان فيه غيبة وفيه كذب، وكلاهما من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم المعراج رأى أناسا لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويغتابون الناس. وبالتالي الغيبة فيها وعيد شديد يوم القيامة. والمطالب والإنسان المطلوب منه أنه يحسن الظن بأخيه المسلم، وأنه يحرص على تعظيم الإسلام في نفوس الناس. لأنك عندما الإنسان يتكلم في عرض أخيه هو يستهين بالمسلمين من غير ما يشعر. صحيح. هو يهون الإسلام في قلوب الناس من غير ما يشعر. صحيح. ولهذا كان سفيان بن عيينة يقول: إذا سمعتم بالمنكرات فلا تذيعوها، فإنها ثلمة في الدين، جرح في الدين ونقص في الدين. كان يقول يعني المفروض أن الإنسان ما يتكلم بهذه الأمور، لأن هذه تعتبر تنقيص من مهابة الدين في نفوس الناس. صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن الظن من حسن العبادة. صلى الله عليه وسلم. يعني أنك تحسن الظن بالأخيك هذا من حسن العبادة. صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء: الكلمة إذا خرجت من فم صاحبها سترجع عليه. يعني إذا كان إما ترجع عليه في الدنيا أو ترجع عليه في قبره أو ترجع عليه في الآخرة، أو يجمع الله عز وجل عليه النقم الثلاث. ابن سيرين رحمة الله عليه أفلس في آخر حياته وكثرت ديونه وأدخل السجن. كان يقول: أتدرون لما وقع لي ما وقع؟ قال: لقد قلت لرجل قبل 40 سنة يا مفلس. قالها لرجل قبل 40 سنة، هذه كلمة يا مفلس، عيره بصفة يعني سلبية فيه. هذا التعيير رجع عليه في آخر حياته، فهو أفلس وكثرت عليه الديون فلم يستطع سدادها فأدخله السجن. فهذا يدل على أن الكلمة إذا خرجت من فم صاحبها سترجع عليه، إن كانت حسنة ترجع عليه بالحسنات، وإذا كانت شرا فإنها ترجع عليه في الدنيا أو في قبره أو في الآخرة، أو يجمع الله عز وجل له بين النقم الثلاث. فالأمر جد خطير. ولهذا الإسلام نظم اللسان وحذر من غوائله. وإن كان العلماء تكلموا عن حالات تجوز فيها الغيبة، ومثلها النميمة، نقل الكلام لإحداث الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. أعوذ بالله. ومر كما في حديث ابن عباس صحيحين، مر بقبرين يعذبان، فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. إذن فالأول كان يمشي بالنميمة بين الناس ينقل الكلام لإحداث الفتنة، ومثلها نشر الشائعات. قال أبو الدرداء: أيما رجل أشاع على مسلم كلمة هو بريء منها كان حقا على الله أن يعذبه في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. هناك حالات استثناها العلماء في الغيبة، منها حالة التظلم. يعني حالة التظلم بمعنى أن الإنسان عنده مظلمة وأراد أن يرافع للقاضي أو استعان بمحامي لكي يعني يدافع عنه ويكون وكيلا عنه في المحكمة، أو ذهب للقاضي وأخبره بمظلمة قام بها فلان من الناس وذكره باسمه. هذه حالة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن لصاحب الحق مقالا. ذكر العلماء حالة الاستفتاء، أن تأتي لمفتي تقول له مثلا: أبي فعل كذا وأخي فعل كذا. إذا كان أمكن أن لا تذكر أنه أباك ولا أخاك فالحمد لله، هذا أفضل. ولكن إذا كان لازما وتضطر لذلك فلا إشكال في ذلك. الحالة الثالثة التي ذكرها العلماء هي الاستعانة على تغيير المنكر، أنك تستعين بمسؤول مثلا أو بمدير أو بولي تلميذ أو هكذا لتغيير المنكر، مثل ما فعل الصحابة أنهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه كان خليفة، عندما جاءوا إليه وأخبروه أن أبا جندل قد تعاطى الخمر بالشام، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كانت له سلطة عليه ويستطيع تغيير المنكر.
فجاءوا إليه وأخبروه بما حصل، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه ينهاه عن تعاطي الخمر، وكتب له الآيات الأولى من سورة غافر. فالإنسان إذا كان مثلا أراد أن يصلح منكرا أو يقضي على منكر، أستعين بفلان، لأنه فلان هذا له يعني له تأثير على، مثلا إذا كان تلميذ أنا أستعين بوليه بأبيه مثلا، لأنه يستطيع أن يؤثر عليه. فكونك تأتي للأب هذا وتحدثه بما فعل ابنه مثلا، هذا لا يعتبر غيبة، من الغيبة الجائزة. هناك حالة رابعة وهي التحذير من الشر. نعم. يعني إذا استنصحك إنسان مثلا فتقول له لا تفعل، مثلا قال لك أريد فلان أن أزوجه ابنتي، أو قال لك أريد أن أدخل مع فلان في تجارة، تقول له لا تفعل، يعني هذا فلان ربما تخبره ببعض الأمور السلبية التي فيه، هذا لا إشكال فيه. ودليله أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، فأيهما أتزوج؟ فقال لها أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن تزوجي أسامة بن زيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بعيوب معاوية وبعيوب أبي الجهم. فمعاوية رضي الله عنه كان رجل صعلوك لا مال له، وأبو الجهم كان لا يضع عصاه عن عاتقه. وهذه فسرت عند العلماء بأحد أمرين، إما أنه كان يكثر الأسفار، لأن العرب كانت إذا سافرت تحمل العصا والزاد على العاتق، وإما أن يقال يعني تفسير آخر أنه كان كثير الضرب للنساء، دائما يحمل العصا، وهذا عيب من العيوب. قال لها لكن تزوج أسامة بن زيد. الحالة الأخرى التي ذكرها العلماء وهي حالة المجاهرة بمنكر، إذا كان الإنسان صار يجاهر بالمنكر حتى صار معروف بذلك، إذن هذا هو أصلا هتك عرضه ولم يخفي عيوبه، ومن ابتلي بشيء من هذه القدرات فليستر بستر الله. صحيح. لكن هو جاهر بالمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرون. إذن هذا مفروض أن رب العالمين ستر عنك الذنب أنك تستره، لكن أنت جاهرت به، إذن فبالتالي غيبته تكون جائزة، لأنه هو أصلا يعني أظهر هذه الأمور. الحالة الأخيرة التي ذكرها العلماء إذا عرف الإنسان بلقب معين، وهذا اللقب يدل على عيب في خلقته، وكان راضيا بأن يطلق عليه، فلا إشكال في هذا، مثل ما كان عند العرب وعند رواة الحديث، مثلا الإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز كان عنده عرج، وكان هناك الأعشى والأخفش، فالأخفش هو الذي يبصر ليلا، مثل الخفاش يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، والشاعر الأخفش سمي بالأخفش لأنه كان يبصر ليلا فقط، والأعشى كان يبصر نهارا ولا يبصر ليلا عكسه، ومثل الحطيئة قصير القامة مثلا، ومثل الجاحظ الذي عنده عينين بارزتين، وذكر الأخطل المسترخي الأذنين. فهذه هي عبارة عن عيوب في الخلقة، لو عرف بها إنسان وصارت لقبا عليه فلا إشكال في هذا، يقبله وكان يقبله كان يقبله يقبلها يعني، فلا إشكال في ذلك. إذن هذه الحالات ذكرها العلماء. إذن من هنا نتفق ونتبين لنا أن الغيبة هي من كبائر الذنوب. نعم. والإنسان عليه أن يحذر من الغيبة. وقد يعني ذكر العلماء أمور تتحقق بها التوبة، منها الندم والاستغفار، ويعني الاستحلال بمعنى التحلل من الذي اغتبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما يؤخذ من حسنات هذا فتعطى لهذا، فإن نفذت حسناته أعطوه الناس سيئاتهم. هذا يسميه العلماء التحلل، أن تتحلل من أخيك. إذا كان أمر مادي يعني شيء مسروق، التحلل يكون بإرجاع ذلك الشيء المسروق أو المغصوب. أما إذا كان أمر معنوي بأن هتكت عرضه أو اغتبته، فهنا العلماء اختلفوا، فبعضهم قال تذهب عنده وتعتذر منه وتستسمح منه، وبعضهم قال ليس شرطا تذهب عنده، بل يكفي أن تذكره بخير، وأن تدعو له، وأن تتصدق عليه، وأن تذكره في المجالس الذي اغتبته فيها تذكره بالخير. يعني بمعنى هذا أولى، لأنك لو ذهبت إليه ربما جئت تعتذر منه قد يزداد غيظا، وقد تحدث مفسدة كبيرة أكثر وأكثر. صح. قد ينشب بينكما. نعم. وهذا كله يؤكد لنا خطورة اللسان،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيء من الجوارح، فيقول اللسان: يا رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيء من الجوارح، فيقول له رب العزة جل وعلا: خرجت منك الكلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهك بها العرض الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وعزتي وجلالي لو أعذبنك بعذاب لا أعذب به شيء من الجوارح. فالأمر يعني جد خطير، فليحذر الإنسان من غوائل هذا اللسان. وفي الحديث أن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا، يعني تهوي به في قعر جهنم 70 سنة. فهذا كله يؤكد لنا خطورة اللسان، والإنسان عليه أن يستخدم لسانه فيما يرضي الله عز وجل. أما إطلاق اللسان على أعراض الناس والتكلم في 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 عرض إنسان، فهذا مما لا يجوز شرعا، ومن الأمور الكبائر الذنوب التي حرمتها الشريعة الإسلامية. والإنسان قبل أن يدخل الجنة، بعد أن يمر على الصراط، تأتي القنطرة قبل الجنة، هناك القنطرة، وهذا مكان القصاص، فالناس يقتصون من بعضهم بعضا حقوق العباد، فالذي ظلمته والذي اغتبته والذي كذبت عليه وغير ذلك، يحدث هنا القصاص، تظهر أعمال الناس. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل الأعمال تظهر. ففلان ظلم وفلان ظلم وفلان، يأتي هذا فيأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أعطاه الناس سيئاتهم، وهذا هو المفلس الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن الإنسان يأتي يوم القيامة فيجد عنده جبال من الحسنات، جبال مثل جبال تهامة من الحسنات، فيقول: من أين لي هذه الحسنات؟ فيقولون له: هذا بما كان الناس يغتابونك، هذا لأن الناس كانوا يغتابونك، فكانت الحسنات تخرج من عندهم وتأتي إليك هذه الحسنات، فيجد جبال من الحسنات. نعم، الله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. لفتة بسيطة شيخنا دكتور محمد عربي، النظر أو تسهيل هذا الأمر الذي شنعه القرآن الكريم وأشرتم إليه، قد يظهر في الإدارات نتيجة الأوقات الطويلة، وبعض الذين ربما لا يقومون بأعمالهم ينسون أن خطورة هذا العمل، تنبيه في هذا الصدد لو سمحت. نعم أكيد، هذا العمل عموما هو الغيبة عادة تحدث لما تطول المجالس، سواء كانت في الوظائف أو كانت في البيوت أو في أي مكان، عندما تطول المجالس يبدأ الكلام الفارغ، وبالتالي يبدأ الكلام على أعراض الناس، وفلان فعل وفلان لم يفعل وكذا. والغيبة يسمونها فاكهة المجالس، يعني الناس يتفكهون بها، فلهذا يحذر الإنسان دائما لما تطول المجالس، يحاول الإنسان أنه يكبح جماح نفسه، ويحاول بقدر الإمكان أنه يحرص على نصح إخوانه، وينصحهم بأن لا يكثروا الكلام بغير ذكر الله. قد أخرج مالك الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. الله الله، يعني لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. حتى هذا الذي تتحدث عنه وتتكلم عنه قد يكون عند الله عز وجل سبقك إلى الجنة، قد يكون هو يتميز بقلب طيب، ربما سلوكه الظاهر قد تكون عنده أخطاء في الظاهر، ولكن عنده قلب طيب وعنده قلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وهذا الذي قلبه سليم يسبق الناس في الدخول الجنة. وقد جاء في قصة عبد الله بن عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: سيمر عليكم رجل من أهل الجنة، ومر عليهم رجل وتبعه عبد الله بن عمر وقال له: أبيت عندك، يعني وصل معه إلى البيت، قال له: أتأذن لي أن أبيت عندك؟ قال له: تفضل. فبات عنده فلم يرى منه شيئا متميزا، إلا أنه إذا تقلب يمين وشمال ذكر الله. فلما كان الصباح قال له: أتأذن لي أن أبيت عندك ليلة أخرى؟ قال له: تفضل. بات عنده الليلة الثانية فلم يرى منه عبادة متميزة، فلما كان اليوم الثالث قال له: أتأذن لي أن أبيت عندك ليلة أخرى؟ فبات عنده فلم يرى شيئا متميزا، فقال له، صارحه في الصباح، قال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك أنك يعني من أهل الجنة، فما هو العمل الذي تميزت به حتى صرت من أهل الجنة؟ قال: عندما أريد أن أنام أقول: يا رب قد تصدقت بعرضي على جميع الناس، من اغتابني سامحته، من آذاني سامحته، من ظلمني سامحته، فأنام وليس في قلبي شيء على أحد من الناس. سبحان الله، لما كان ينام وقلبه مرتاح وقد سامح كل الناس،
وهذا القلب السليم يعني النقي السليم من الأحقاد هذا كان سبب إلى أنه صار من أهل الجنة. الحمد لله. وبالتالي سلامة القلب من الأحقاد ومن الضغائن هو سبب دخول الجنة. فإذا ظاهر الناس قد يكون فيه أخطاء في سلبيات وسلبيات ولكن عنده قلب سليم، وذلك القلب السليم يسبق به الناس إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث الرجل الذي كان يتعاطى الخمر، نعم، فجيء به فقال الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به سكرانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. اللهم صل على، لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. فسبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أن عنده في قلبه حب لله ورسوله، ولأن هذا الحب لم يكتمل، حب الله ورسوله لم يكتمل، فصارت جوارحه تقصر. صحيح. في الالتزام، يعني بمعنى لو اكتمل هذه المحبة لله ورسوله لما قصرت جوارحه. صحيح. لكن هذه المحبة التي هي أعظم العبادات كانت موجودة في قلبه. نعم. الله يبارك فيكم شيخنا محمد، شكرا جزيلا شيخنا أستاذنا الدكتور محمد العربي شيشي، أوقفتنا عند هذه المعاني فيما تعلق بقوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. على بركة الله أيها الأفاضل، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذه السانحة المباركة من برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر المفتتح أيها الأفاضل من معسكر بلد الأمير عبد القادر، بلد زمالة الأمير عبد القادر. سيدة أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ. مرحبا بك سيدة أمة الله. الله يبارك فيكم، مرحبا بشيخنا فاضل. الله ينورك. أستاذ فاضل، عندي واحد الانشغال ظاهرة يعني انتشرت بزاف كثيرا في المساجد تاعنا، راه تسبب إحراج كبير للمصلي. هي حجز الكراسي وحجز السجادات، يعني يحجزوا في الصف الأول. أيوة. هذا ما يسبب لنا إحراج. أنا كي بديت تدخل تصلي ولا الصف الأول قلت لا في متاع مكان فلان ولا مكان فلان ولا مكان، يسبب لنا إحراج كبير، وهذه ظاهرة تشهد كثيرا في المساجد خاصة في شهر رمضان وصلاة التراويح. يعني نصيحة لي ولغيري، نحن نتسابق بأجسادنا لا بسجادتنا. هذه نصيحة أنصح بها نفسي، يعني الناس يحاولوا أنهم يعني إنسان اللي يجي الأول يجي الأول واللي يجي التالي تالي، لعينه في الأجر يبكر، يجي بكري يجي الصف الأول، هذه هي مفروغ منها. الله يبارك. وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخت أمة الله، بارك الله فيك. من معسكر إلى تيبازا أختنا فتيحة، مرحبا. بخير. مساء النور أخت فتيحة. شراكم لاباس؟ لاباس، خير خير وبركة، مرحبا. بارك الله فيكم. لا أنت ولا الشيخ العربي حشيشي، يعطيك الصحة بجزيك. والله آمين يا رب. أيوة، سؤال سيدة فتيحة. عندي عدة أسئلة الأخ أحمد. مرحبا سيدة فتيحة، مرحبا. عندي سقسي، صلاة قيام الليل ما بين الفجر والصبح، يعني ما بين الأذان الأول، الأذن الأول والأذن الثاني، هذا كتجوز ولا لا؟ لا واضح سيدة فتيحة. ونسقسي على صلاة، يقول لك في مكة صلاة واحدة بألف صلاة، أذكر هي ولا هنا؟ صح، قلتي في مكة، في مكة رحت لمكة يقول لك ألف صلاة هي ولا هنا؟ يعني واضح شيخنا لا هي والله هنا. ان شاء الله. والثانيه بغيت نروح للعمره للبحر، قالوا لي جبت عمره ما تروحيش. ايوه، الذهاب للبحر باش ما ندرج لي حاشاك في الماء، قالوا لي لازم تروحي للبحر. ايوه لازم تروحي. ايه لازم، الى نروح ولا ما نروحش. درتي عمره؟ درت عمره، درت. الله يقبل ان شاء الله. درت عمره، درت ان شاء الله يتقبل منا منكم ان شاء الله. صالح الاعمال سيده فتيحه. ايه أيوة. ونقرا قران شويه نتأته فيه. ايوه يجوز لي ولا ما يجوز ليش؟ انتهت ان شاء الله رب العالمين يقويك ان شاء الله يا رب. راني نقرا وراني نصلي ونقيم الليل ونزهي ربي ونصلي الضحى ونصلي، بصح القرآن شويه تتاه فيه. يا صلاه تجوز لي ولا ما تجوز ليش؟ ما شاء الله ما شاء الله. ربي يجازيكم وربي يعطيكم الخير على الخير ان شاء الله. ربي يبارك فيك سيده فتيحه.
ان شاء الله. الله يهنيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عزوز. السلام عليكم. مرحبا سي بن عزوز. واش راك يا شيخ لاباس؟ لاباس البركه الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ عندي سؤالين من فضلك. تفضل سي بن عزوز. السؤال الاول بما يتعلق بالزكاه. ايوه. انا عندي مبلغ تاع مال تعودت نخرج عليه الزكاه السنين هذه اللي فاتت. ايوه. والسنه ما نحكش النصاب تاعو. ايوه. ولكن عندي مواشي، عندي عجل قارسهم للتجاره. يعني عروض. ايه عندي عجل يعني قارسه للتجاره. يا هل ترى برك العجل احنا عندنا السوق في المدينه مسكر ما نعلموش السعر تاعو قداه. ايوه. وهذا العجل من مربيه انا ماني شاريه ولا. ايوه. نسقسي الشيخ كذا اللي تكون الزكاه يا ترى المبلغ اللي عندي ما فيهش النصاب هذا السنه انقطع النصاب. ان شاء الله ربي يبارك لك السي بن عزوز. ان شاء الله يا ربي. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ انا عندي مصحف تاع قران حاطه في الدار في البيت. ايوه. نقرا فيه من ذاك وقعت عندنا فرح. جيت من مقطعين منه ورقه ولا اثنين ما ندريش شكون لا ذري صغير ولا. ايوه واضح. والورقه هذه تقطعت ما ديها هذا اللي قطع الورقه هذا المصحف دوك راني حاير فيه كيف ندير له كذا كذا. ان شاء الله يا ربي الله يجعل بركه القران في بيتك. ادعوا لنا يا شيخ من فضلك ادعوا لنا الله يفتح عليكم. ان شاء الله جميعا ندعو لبعضنا سي بن عزوز. ان شاء الله ان شاء الله صح الشيخ احمد صح. الله يبارك فيك سي بن عزوز مرحبا بك. دي الى اين ناس بسكره سيده امه الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الاول حنا نسكنوا في الريف وحنا عندنا القطوط ياسر ما نذبحوهم كي يكونوا صغار كي تولدهم برك ونذبحوهم باش ما يتكثروش ويقولوا لنا على الحوايج حشاك وهذو الشكار تاع القمح هذو البيبان هذو الحيوط وحنا متكينا هكاك عليهم ما نقطعهم كي يكونوا صغار باش ما يتعبونا ما نخلوا على غير امهم. والسنه قال لك راني نروح للعمر مش شحال نزيد نذبح. ما خفت لا يكون فيه يتم ولا عارفين قلنا ما نكتوكم. واضح. وعندي سؤال ثاني اخر. تفضلي سيده متول. انا نقرا في القران نحفظ القران ونقرا من مصحف ربع ياسين وما نحكمش الوضوء قال لك لازم ما يتمش المصحف حتى بلد من الوضوء وانا كل مره نعاود نتوضا نتوضا مره درت ورد اليومي مرات نراجع مرات كيف ندير نقرا بلا وضوء ولا لا؟ طيب ولا لازم كل خطره نعاود نوضو؟ الشيخ يسقسيك سيده امه الله. نعم. تفضل. يعني عندك سلس لا تستطيع ان تتوضئي في كل لحظه يعني كل لحظه ينتقد الوضوء ام امر عادي يعني؟ مرات نتوضا شويه نحكم شويه مرات لا يعني كل صلاه نتوضا انا كي نقرا المصحف ويجيني هذاك الاخر نعاود نحط المصحف ونتوضا ونعاود نرجع مرات راني نطول شويه ولا ماني عارفه كيفاه نخلي حتى كان راح لي فوضى ونكمل نقرا ولا كل ما يروح لي نعاود نتوضا. الله يبارك فيك سيده امه الله. ايوه شكرا لكم. الله يحفظك شكرا جزيلا مرحبا بك مرحبا بناسنا في بسكرة جميعا. ايوه الى اين وائل؟ ناس الشلف. اهلا الحجه خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى. كيفك اخي لاباسك مليح؟ لاباس اخت خيره مرحبا بك. والله لاباس كي راه الشيخ تاعنا. الحمد لله ربي يبارك فيك. الحمد لله. الأخ بغيت نسقسيك على عندي ابن الزوج تاعي. أيوة. نقدر زعما ندير حجاب نص روحي هكا ولا كي يدخل عليا للدار؟ ابن الزوجة. ايه وعندي سؤال واحد آخر. سيدة خيرة دقيقة بركة. إيه؟ يعني كيف أتصرف؟ هكذا؟ واضح إن شاء الله. أخ أحمد. أيوه. شوف حبذا كون ديروا لنا واحد القناة تاع قرآن تعلمونا شغل نقرأ القرآن ولا حاجة هكا. يعني حبيتي برنامج برنامج ماذا بيكم ديروا لنا برامج زعما تاع
نقراو القران في الدار، دابا واحد ما تخرجش هكا للمساجد ولا نقراو في الدار ماذا بينا. الترتيل ولا الحزب الراتب؟ حفظ حفظ هكا زعما، ماشي حفظ المخارج الحروف بالاحكام بالتجويد. عندنا البرنامج هذا نهار الجمعة. جمعة؟ ايه صباح. والله ما شفته. هو الصباح قارعي صباح او كاين، الان راهو في الصيف حبس نتيجة الشبكة الصيفية، لكن في الشتاء ان شاء الله الدكتور عبد الكريم حمادوش يشرف على البرنامج اللي متخصص في القراءات كل جمعة في نفس توقيت برنامج البرنامج الصباحي على كل. ان شاء الله ان شاء الله طلبوا لي ربي نحفظ القرآن، وطلبوا لي ربي ان شاء الله يشافي لي الحاج والأم تاعي مريضة والأب تاعي مريض، وبغيت لكم ترحموا لي على ولد اختي ثاني مات الله يرحمه. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك سيدة خيرة. أيوة وائل، وائل أعطينا اتصال قبل أن الرسالة عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. أيوة أخيرا باتنا أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ شيخ من فضلك برك حبيت الرقم تاع الاستاذ محمد ويزري اذا كان ممكن. محمد شكون؟ شيخ محمد لي والله حتى اللقب الاستاذ محمد محمد عربي لا لا شيخ محمد ماشي بن زعميه. شكون؟ صلى الله عليه وسلم. والله الشيخ حتى اللقب راح لي محمد الشيخ. لا 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 شيخ لا شيخ ذاك اللي يدير البرنامج نتاع الصلح والخير. سعيد بويزري. سعيد ايوا هذاك واش اذا كانت عندي فتوى خاصه بغيت نتصل به اذا طيب. كان ممكن. طيب انت واش ديري؟ ما تقطعيش، خلي الزملاء وائل ياخذ الرقم نتاعك نحوله ان شاء الله على شيخنا، وان شاء الله رب لما يكون قادر يتواصل معك، او اذا كان عندك الامر يعني تقدري تتنقلي من باتنا صعيب شويه الحال. راهو موجود على مستوى المجلس الاسلامي الاعلى في الفتاوى هكذا. الشيخ متصل بي، الشيخ متصل بي في الرقم تاعه عادي على بالك شرح عندي فتوى ضروريه. خلاص خلي رقمك الهاتفي. ما كان حتى نشكر الشيخ درك نقول خلي رقمك الهاتفي وان شاء الله الحاج مولودي يحولوا على شيخنا الدكتور السعيد حال قدومه بيننا كل ثلاثاء طبعا كالعاده، ان شاء الله يبلغه الهاتف ويقول له السياق هذا. مرحبا بك اختي امينه. مرحبا بك. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. بارك الله فيكم وفي ثقتكم، وفق الله شيخنا الأفاضل يعلموننا مما تطرحون من أسئلة، وعلى بركة الله شيخنا محمد المفتتح أمة الله من معسكر رصدت ظاهرة في المساجد وانشغال هو إحراج المصلين بحجز الكراسي والسجادات في الصف الأول ومنع الناس عنها، تطلب منكم النصيحة. وختمت السؤال بقولها نحن نتسابق بأجسادنا لا بسجاداتنا. تفضل شيخ. في الحقيقة الملاحظة التي أبدتها ملاحظة في المستوى ومن الأهمية بمكان، وهذه الظاهرة للأسف استفحلت كثيرا في مساجدنا. تجد تدخل المسجد تجد الصفوف الصف الأول الصف الثاني كله محجوز، وهذا إشكال كبير وهذا يخالف السنة وليس من أداب المساجد. فنحن نعلم أن الشريعة الإسلامية رغبت في حضور الصف الأول، ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب في حضور الصف الأول وذكر الأجور العظيمة حول التسابق على الصف الأول، وقال في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول استهموا عليه. استهموا عليه بمعنى جعلوا القرعة، لو علموا ما في النداء والصف الأول. فلهذا الصف الأول والصفوف الأول عموما هي حق لكل إنسان سبق إليها. أما أن يأتي إنسان ويحجز المكان لنفسه ويخرج لقضاء مصالحه، أو وأحيانا نجد للأسف الشديد ظاهرة أخرى هو أنه تجده يحجز المكان لنفسه ولأولاده ولمعارفه ولجيرانه، وهذا شيء مؤسف جدا. فبالتالي هذا مما لا يجوز شرعا، إنما يجوز أن تحجز المكان في حالة واحدة، وهي إذا كنت جالس في مكان في المسجد وخرجت لتتوضأ
يعني هو خروجك للوضوء فقط، يعني هي لمدة 5 دقائق 7 دقائق 8 دقائق خرجت للوضوء، هذه الحالة الوحيدة التي ذكرها العلماء أنك تحجز من أجلها المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى شيء فهو أحق به. اللهم صل. وبالتالي أنت الآن جالس في المسجد، انتقض وضوءك، تخرج للميضة تتوضأ وترجع، كل هذا 5 دقائق 7 دقائق 8 دقائق، هذه الحالة الوحيدة التي أجاز فيها العلماء حجز المكان. أما ما نراه هذه الظاهرة التي استفحلت، تجد إنسان يصلي مثلا الفريضة ثم يضع شيء يحجز به المكان ويخرج يذهب إلى بيته، مثلا يصلي الظهر ويترك مكان في يترك شيء يحجز به المكان ويذهب إلى بيته يتغدى وينام حتى يرجع العصر يجد المكان محجوز، مثلا هذه الظاهرة لا تجوز شرعا. أو تجده أحيانا يأتي باكرا للمسجد ويحجز المكان لنفسه لأولاده أو لصديقه أو لقرابته أو جيرانه يحجز لهم المكان، كل هذا لا يجوز شرعا. فالصف الأول جعل للتسابق، تسابق وكسب الثواب والأجر، أما أن يأتي إنسان يحجز هكذا الإنسان جاء متأخرا فهذا لا يجوز شرعا. الله يبارك. فالملاحظة التي بدتها المتصلة هي مهمة جدا، لا يجوز حجز الأماكن إلا في حالة واحدة كما قلنا، الإنسان يحجز لنفسه إذا خرج للوضوء، أنت دخلت المسجد كنت جالس في مكان انتقض وضوءك تريد الذهاب إلى الميضة لتتوضأ، تحجز هذا المكان تضع شيئا تذهب تتوضأ ثم ترجع إليه، هذه الحالة الوحيدة. أما حجز الأماكن بهذه الطريقة التي نراها هذا لا يجوز شرعا وفيه إثم وهو محرم شرعا. الله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك. أختنا فتيحة من تيبازا، صلاة قيام الليل بين الأذان الأول والثاني تجوز أم لا؟ نعم أكيد، لأن هذا وقت من الليل، هذا وقت من الليل، يعني ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فإنه ما زال الليل فيعتبر قيام ليل. نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الأول هو أذان بلال بليل، والأذان الثاني هو أذان ابن أم مكتوم، يعني إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هكذا الحديث. إذن الأذان الأول هو أذان بلال رضي الله عنه وهو أذان الفجر، والأذان الثاني هو أذان الصبح فريض الصبح، هذا أذان ابن أم مكتوم، هذا به يدخل وقت الصبح يعني طلوع الفجر الصادق. أما الأذان الأول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل الأذان الأول، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم وينبه صائمكم، هذا فائدة الأذان الأول. أيوه. يوقظ نائمكم، حتى الإنسان إذا كان نائم يوقظه يتهيأ للصلاة يتوضأ، إذا كان يحتاج إلى غسل يغتسل وهكذا، وينبه قائمكم ينبه صائمكم صائمكم، الإنسان الذي يريد أن يصوم ينبهه أن وقت الصبح قد اقترب حتى يتصحر وحتى يمسك، ويرجع قائمكم، الإنسان الذي هو قائم يجلس يستريح حتى يتهيأ للصلاة ويذهب للصلاة بكامل قواه. فبالتالي الإنسان كونه يقوم في ذلك الوقت هذا يعتبر من قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه كما جاء في الحديث، كان ينام نصف الليل ثم يستيقظ يقوم الثلث ثم السدس الأخير ينامه، إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. لكن الأخت هي اختارت مثلا أنها تستيقظ مع الأذان الأول وتقوم، فبالتالي هذا فيه أجر عظيم، وذاك هو وقت التنزل الإلهي، فينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع أستجيب له، هل من مستغفر أغفر له، إذن هذا وقت التنزل الإلهي، ربنا ينزل إلى الثلث إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، وبالتالي الأخت لما تقوم في ذلك الوقت كما في سؤالها فتكون قد حضرت وقت التنزل الإلهي، وهو وقت المستغفرين بالأسحار كذلك، وقت يستجاب فيه الدعاء، فهي على خير كبير إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. الصلاة في مكة شيخنا الواحدة بألف صلاة، وماذا عن صلاتنا هنا كما سألت؟ بالنسبة لمكة الصلاة فيها ب100,000 صلاة. أيوة. وفي المدينة ب1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى ب500 صلاة. أيوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة، صلاة في مسجد المدينة المسجد النبوي الشريف، صلاة واحدة في الأجر ب100 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. فالذي صلى في مثلا في المسجد الحرام في مكة فإنه ينال أجر
100 ألف صلاة. إذا صلى فريضة له أجر 100 ألف فريضة، إذا صلى نافلة له أجر 100 ألف نافلة، إذا صلى جمعة فله أجر 100 ألف جمعة، إذا صلى جنازة فله أجر 100 ألف جنازة، وهكذا. ومكة كلها على الراجح، مكة كلها تعتبر حرم، أي مكان صلى فيه الإنسان فإن له الأجر، سواء صلى في مسجد الكعبة أو في خارج المسجد أو في ساحات المسجد أو في أي مسجد كان أو حتى في الفندق فإن له أجر 100 ألف صلاة. لماذا؟ لأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100 ألف صلاة، نطرح سؤال نقول ما هو المسجد الحرام؟ هل المسجد الحرام هو مسجد الكعبة أم مكة كلها تعتبر مسجد حرام؟ الراجح أن مكة كلها مسجد حرام. لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال من المسجد الحرام، الانطلاق كان من المسجد الحرام، هذه من يسميها العلماء من لابتداء المكان، لأن من في لغة العرب تأتي لعدة معاني كما قال في الألفية بين وبعض وابتدئ بالأزمنة بمن وقد تأتي لبدء الأمكنة، إذن هي بيانية وتبعيضية والابتداء الزمان وابتداء المكان، هذه الابتداء المكان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام هنا ما هو؟ جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، جاءه جبريل بالبراق عند بيت أم هانئ، أركبه البراق، وبالتالي هنا الإسراء بدأ من بيت أم هانئ، فرب العالمين أطلق على بيت أم هانئ أطلق عليه مسجد حرام، لهذا جاء العلماء وقالوا إن المسجد الحرام مكة كلها، والآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام يعني لا يقربوا مكة، وبالتالي هنا الآن أي مكان صلى فيه الإنسان له أجر 100 ألف صلاة، فبالتالي يحرص الإنسان على الصلاة. أكيد هي مسجد الكعبة في فضائل أخرى، كثرة الجماعة، فكلما كثرت جماعة المسجد كلما ازداد الأجر وعظم الأجر، لأنه قال في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان المسجد قديما تزداد الحسنات، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكلما كان المسجد بعيدا تزداد الحسنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظمكم أجرا في الصلاة أبعدكم إليها ممشى. نقول إن الصلاة هنا تنالي أجرها يعني عادي، لكن المضاعفة هي في الصلوات التي يصليها الإنسان هناك، إما في المسجد المدينة أو في مسجد مكة أو في مسجد الأقصى. أما الصلاة بالنسبة لنا نحن هي صلاة يعني يأخذ الإنسان أجرها العادي المعروف. الله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك. تقول السيدة فتيحة أرادت الذهاب، لكنه جاء في الحديث أن من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة كتب له قيام ليلة كاملة، يعني هذه لا ننساها. وجاء في الحديث أن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني في التراويح. نعم. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كاملة حتى ينتهي الإمام من الصلاة. الله يبارك. هذه فضائل أخرى جاءت كذلك في أحاديث. نعم. الله يبارك فيك شيخنا محمد. أرادت أن تذهب للبحر لوضع رجليها في الماء وأن تستفيد منه، قالوا لها أنت راكي ذهب العمرة ما تروحيش للبحر، قعدي في الدار. العمرة لا تحرم الحلال، العمرة لا تحرم الحلال، الذهاب للبحر إذا كان في أماكن محترمة تقصدها العائلات فلا إشكال، يعني أن تذهب إلى البحر فهذا نعمة من نعم الله عز وجل، وقد جاء الامتنان رب العالمين امتنانه علينا بهذا البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسألونه يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا فنتوضأ من ماء البحر، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لم يقل لهم لا تذهبوا للبحر. فالذهاب للبحر هو أمر حلال الحمد لله، سواء ذهب الإنسان للاستجمام بالنظر للبحر أو بالجلوس عنده أو بالسباحة، كل هذا جائز، أهم شيء أن يذهب الإنسان إلى أماكن محترمة، أماكن محترمة تقصدها العائلات مثلا ونحو ذلك، فلا إشكال نقول لها الحمد لله أنت اعتمرتي، العمرة لا تحرم عليك الشيء الحلال، الشيء الذي يحرم على الإنسان، الشيء الحرام يحرم على الإنسان سواء اعتمر أو لم يعتمر. صحيح. أما الشيء الحلال فيبقى حلال سواء اعتمرتي أو لم تعتمري، فنقول لها اذهبي للبحر وخذي مكان محترم، وهناك إن شاء الله عالجي هناك، قالت تحتاج يعني تضع رجليها للأمواج هذه حتى يعني تستفيد أو
أو يعني تستجم بهذا ماء البحر و هو شفاء لها، فنقول لها لا إشكال في هذا واذهبي وإن شاء الله لا حرج في هذا إن شاء الله. القرآن الكريم تقول تحب أن تقرأه ولكن شوية كما قال تتأهته فيه، فهل يجوز لها ما تفعل في قراءتها للقرآن؟ نعم لا بأس إن شاء الله، وتنالي الأجر مرتين، يضاعف لك الأجر إن شاء الله. أجر قراءة القرآن وأجر المشقة في قراءة القرآن، عندك أجر قراءة القرآن والحرف الواحد بعشر حسنات، وعندك أجر آخر هو أجر المشقة في القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة، قال لها ثوابك على قدر نصبك، يعني كل ما كان هناك المشقة كل ما أخذت الأجر، كل ما زادت المشقة كل ما زاد الأجر. الله يعني. لهذا نقول لها واصلي فأنت على خير عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه فله الأجر له الأجر مرتين. الله يبارك. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فهذا يؤجر مرتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. إذن وبالتالي نقول لها لا بأس بذلك، لكن ننصحها، نقول لها الآن الحمد لله تطورت الأمور، توجد وسائل، الآن توجد قراء، يوجد قراء متقنين الحمد لله، يمكن أنك مع التلفاز أو مع اليوتيوب مثلا، أو يعني تختاري أي قارئ يعني تخشعين له، وهذا القارئ تحاولين أن تحاكي قراءته وتتعلمين منه المخارج وتتعلمين منه طريقة القراءة، وهكذا حتى يكون يعني تعلمك أسرع إن شاء الله، ويكون أبعد عن الخطأ وأبعد عن الزلل. نعم. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا شيخنا. نستثمر في الدقائق المتبقية ما تبقى من أسئلة. ابن عزوز من مدية عنده مبلغ مالي كان يخرج عليه الزكاة، بلغ النصاب، لكن هذا العام كان دون هذا النصاب، فهل وعندي عجل للتجارة إلى غير ذلك، فكيف تكون الزكاة؟ نعم، هذا أخبر أن عنده عجل للتجارة فيضم هذا المال، يعني بمعنى العجل معروض للتجارة وهو عنده مبلغ مالي. أيوة. المبلغ المالي هذا يضم لبعضه البعض ويخرج زكاته، لأن هو مبلغ مالي أقل من النصاب، لكن بالنسبة للعجل لو قومناه فإنه يعني قد يكمل به النصاب مثلا، وقد يكون له عدة أبقار يعني. المهم أنه يضم هذا المال ويخرج زكاة كل هذا المال، وهذا الواجب عليه. الله يبارك فيك وإنك إن شاء الله. تقول أنه سيدنا عزوز كان عنده مصحف في الدار يقرأ منه وقطع دون علمه. نعم. ويبدو أنه يشعر بالمسؤولية تجاه هذا المصحف، يعني المصحف ويقطع ولا يعلم. نعم. فكيف يتصرف معه؟ أولا لا يجوز تقطيع المصحف، تقطع أوراق من المصحف، هذا حرام شرعا، لا يجوز شرعا. وعلى كل حال نحن نقول له استفيد من المصحف هذا، أول شيء صور الأوراق، هذه الأوراق الناقصة صورها من مصحف آخر، وبعد ذلك ألصقها في هذا المصحف، وتكون هنا قد اكتمل المصحف، واستفيد منه أنت قراءة، أو أعطيه لجهة معينة، تعطيه لإنسان آخر محتاج إليه، أو تعطيه للمسجد مثلا لكي يقرأ، يعني يستفيد منه المصلون ولك الأجر إن شاء الله، وهو صدقة جارية عليك. المهم المصحف هذا لا تضيعه، إنما تصور الصفحات الناقصة، تبحث عن مصحف من نفس الطبعة وتصور الصفحات الناقصة هذه وتدرجها داخل المصحف وتلصقها، فيكون المصحف متكامل بإذن الله عز وجل إن شاء الله. يا رب الله يبارك فيك وهنك إن شاء الله. شيخنا دعاء لسي بن عزوز يطلب منكم الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يسر أموره وأن يفرج همومه وأن يقضي حوائجه وأن يوفقه لكل خير ووفقه لما يحب ورضى. نسأل الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يغفر ذنبه وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يرضى عنه، إنه سميع مجيب الدعوات. الله يبارك فيك شيخنا، أحسن الله إليك. إلى بسكرة ومنها أختنا أمة الله، يحدث أن هي تسكن في الريف، وللريف أحكامه، يعني أنا نعرف ما معنى أن تعيش في الريف، أحيانا يكون عندك القطط بزاف، أحيانا الكلاب بزاف، هذه فضاءات مفتوحة في الحقيقة، لكن يحدث أنها تقول بأن كنا لننقص منها نعرضها للذبح، وهي رايحة للعمرة ولا تريد أن تفعل ذلك، فبما تنصح؟ لا، هو كان المفروض أنهم لا يذبحون هذه القطط، هذه القطط يعني هي نافعة، فهي أولا ليست في الغالب ليست ضارة، هي نافعة وفيها فوائد كبيرة جدا، والقط حيوان أليف عادة، وفي الكثير في المناطق، في كثير من المناطق يستعملون القط للقضاء على الهوام والعقارب ونحو ذلك،
إذا أبعدوهم أبعدوهم عنكم، يعني بمعنى انقلوهم إلى مكان آخر، وهذا أولى من أن تقتلوه. ولا يجوز قتل الحيوان الغير الضار وغير المفسد، لا يجوز قتله حتى لو كان مفسدا، فيقتل بقدر الضرورة. يعني جاء في الحديث أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان نائما في مكان فقرصته نملة، فنظر تحته فإذا بغار من النمل تحته، فقال حولوا رحله وعمد إلى الغار فأحرقه نارا، فأوحى الله عز وجل إليه أبي نملة واحدة قتلت أمة تسبح، يعني بسبب نملة واحدة قتلت أمة تسبح، هذه أمة من الأمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم. فالنمل أمة والنحل أمة والقطط أمة والكلاب أمة، قال في الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيمة منها. إذن هي أمة، فلا يجوز مثلا نأتي إلى القطط ونقتلها هكذا ونجعل عليها مثلا يعني معنى حملة، لا يجوز شرعا، فالله عز وجل خلقها لحكمة، يعني لم يخلقها عبثا. لهذا نقول لهم الحيوان الذي يكون ليس ضارا في أصله لا يجوز قتله، فإذا كان فيه ضرر يقتل بقدر الإمكان، يعني بقدر الضرورة فقط. وإذا كان نافعا مثل القطط مثلا لا يجوز قتلها أصلا. هذا هو المطلوب، لو كان، لأن لا يعتبر من الفواسق التي في الحديث خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الغراب الأبقع والحدأة والفأرة الفويسقة، وذكر الكلب العقور، وذكر العقرب والحية، هذه فواسق تقتل في الحل والحرم لأنها ضارة عادة فيها الضرر، إذا بدت لنا وهجمت علينا أو ظهرت نقتلها، وجب قتل. نعم، لا نذهب نبحث عنها. أما بالنسبة للقطط فالغالب في القطط أنها حيوان أليف لا يؤذي، فلا يجوز قتله، إنما ينبغي إبعاده إلى أماكن أخرى، هذا أولى وهو الواجب. الله يبارك فيك إن شاء الله. تحفظ ربع ياسين وتقرأ القرآن وعندها وردها، ولكن يحدث أن كل شوية تروح تتوضأ للسبب الذي شرحته لكم، فبما تنصح؟ إذا كان عندها السلس فإننا نقول لها أنت تبقي على وضوءك، إنما السلس القليل هو الناقض، السلس الذي يستغرق الوقت طول الوقت، يعني هو أكثر من نصف الوقت، جل الوقت أو كل الوقت أو يعني نصف الوقت فأكثر، هذا ليس بناقض للوضوء. أما إذا كان قليلا، يعني السلس عندها قليل، فهذا ناقض للوضوء. وكيف يقدر العلماء؟ كيف يقدرون طول الوقت وقصره؟ العبرة بأوقات الصلاة، فوقت الظهر يبدأ بعد الزوال، ووقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، فننظر كم يوجد من ساعة ما بين الزوال إلى طلوع الشمس، كم من ساعة، ونقسم على 2 حتى نعرف عدد الساعات، نصف الوقت. إذن هذا نصف الوقت إذا استمر معك السلس، نصف الوقت بمعنى مثلا وجدنا 18 ساعة، إذا كان السلس عندك 9 ساعات يستمر معك، فهذا ليس بناقض للوضوء، فأنت على وضوء. أما إذا كان السلس يأتيك أقل من النصف، يأتيك 3 ساعات 4 ساعات 5 في اليوم، هذا هو الناقض، السلس إذا نذر القليل هو الناقض، فهذا إذا كان يعني من باب السلس فإنه هكذا حكمه، إذا كان مستمر طول اليوم ليس بناقض، إذا كان يأتيك قليلا فهو ناقض. وعلى كل حال تستطيع أن تستعمل المصحف الإلكتروني، يعني الآن الحمد لله المصاحف موجودة في الهاتف، يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن في المصحف الهاتف، ولا يشترط لا يشترط الطهارة في مس مصحف الهاتف، لا يشترط أن يكون إنسان على وضوء في مس المصحف الإلكتروني. وإذا كان الإنسان معلما أو متعلما، يعني هذه حالة أخرى، إذا كان الإنسان يتعلم القرآن يحفظ القرآن هو متعلم، أو كان يعلم، فالعلماء يرخصون له في لمس الجزء من القرآن، قال إلا الجزء لمعلم أو متعلم، هذا يعني يجوز شرعا من ناحية الشرعية. أصلا اشتراط الطهارة لمس المصحف الحقيقة فيه خلاف بين العلماء، المذاهب الأربعة يشترطون الطهارة، ولكن هناك رأي آخر لا يشترط الطهارة. يعني الله ينورك ويبارك فيك إن شاء الله شيخنا، إن شاء الله كنا أجبنا بشكل جيد أختنا أمة الله من بسكرة. أختنا خيرة شلف في الربع دقائق الأخيرة، ابن الزوج كيف تتعامل معه من حيث التستر، على اعتبار أنها في مقام أمه ولكنها صغيرة؟ نعم، هو هذا الربيب يعني هو محرم المحارم،
الله عز وجل في القرآن قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. زوجة الأبي هي من المحارم، وبالتالي هو محرم لك، فلا إشكال في هذا، تلبسين اللباس الساتر، يعني لا ما دام هو من المحارم فلا إشكال، يعني هو ليس أجنبي عنك، إذا هو من المحارم فيكون اللباس لباس عادي وفيه شيء من التستر، لا يشترط أن تتحجب حجابا كاملا، مثل الربيبة، يعني الزوج مثلا يتزوج بامرأة وعندها بنت، هذه ربيبة فهي من المحارم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن هذه كذلك من المحارم تعتبر، فلا يشترط التستر الكامل مثلا، إنما يكون هناك لباس محتشم فيه حرمة واحترام، ولا إشكال في قضية الخلوة، وهذه أمور كلها لا إشكال فيها لأنه هو من المحارم. الله يبارك فيك شيخنا. بالنسبة للبرنامج سيعود إن شاء الله الخاص بالقرآن في قادم الأيام مع الشيخ الدكتور عبد الكريم. شيخنا أستاذنا الدكتور محمد العربي شيخ، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أيها الأفاضل على الوفاء. نقول لكم تحيات فريق تقني العامل اللحظة بقيادة سيد أحمد بن عمر إخراجا. نلقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله.